أهلا وسهلا بكم. سنرى في هذا الدرس كيفية التعامل مع مشكل دعم اللغة العربية في قارئ فلاش بلاير على توزيعات لينكس، فمن يستعمل يوتيوب أو مواقع أخرى تظهر محتواها بقارئ فلاش بلاير المحتوى عربي، تظهر ما يسمى بالتعليقات أو التعليمات التوضيحية وأيضا عناوين الفيديوهات بشكل معكوس وبأحرف متقطعة إن كانت باللغة العربية. سنرى في هذا الدرس كيفية التعامل مع المشكلة على فايرفوكس، جوجل كروم، وبالأخص متصفح كروميوم. على فايرفوكس ليست هناك للأسف حلول مثالية لحد الآن. يمكن استخدام تقنية HTML5 أو خدمة HTML5 من المقدمة الآن من يوتيوب. دخل عن youtube.com/HTML5 وهنا أسفل تضغط على الانضمام إلى النسخة التجريبية من HTML5 حيث تصبح الفيديوهات تقرأ باستخدام قارئ HTML5 وليس باستخدام قارئ فلاش بلاير. يمكن أن تحتاج لتعطيل قارئ فلاش بلاير على فايرفوكس لتقرأ لك الفيديوهات بقارئ HTML5، لكن مشكلة HTML5 هو أنه لا زال في النسخ التجريبية يدعم اللغة العربية، لكن جودة الصوت ربما جودة الصورة وأيضا الإعدادات والتفضيلات المقدمة ليست بمستوى تلك المقدمة من فلاش بلاير لحد الآن. إذن على فايرفوكس ليس هناك لحد الآن حلول مثالية لدعم اللغة العربية على فلاش بلاير. على جوجل كروم في النسخ الأخيرة، النسخة الأخيرة بالأخص، ليس هناك أي مشكل في دعم اللغة العربية على قارئ فلاش بلاير في اليوتيوب أو مواقع أخرى. اللغة العربية تدعم بشكل ممتاز، تظهر كما يجب كما نلاحظ هنا. إذن ما عليك سوى البحث على إن أردت تثبيت جوجل كروم على توزيعات لينكس، بحث على جوجل كروم، الدخول لأول نتيجة تظهر جوجل كروم، google.com كروم، هنا سيظهر لك تنزيل كروم، وبعدها ستظهر لك إمكانية تحميل النسخة الخاصة بتوزيعات ديبيان أوبونتو ومشتقاتها، ونسخة خاصة بفيدورا أوبنسوس ومشتقاتها. هنا الضغط على قبول وتثبيت فيتم تحميل ملف جوجل كروم، وبعدها يمكنك تثبيته فقط بالضغط عليه مرتين والتأكيد بإدخال كلمة السر. لكن أنا أفضل لو لم أستعمل فايرفوكس أن أستعمل كروميوم بدل جوجل كروم. هناك سببين لذلك. السبب الأول هو أنه على حسب تجربتي كروميوم أسرع من جوجل كروم على توزيعات لينكس. السبب الثاني هو أن كروميوم يتماشى أكثر مع فلسفة لينكس من حيث الحرية والمصادر المفتوحة. كروميوم مفتوح المصدر في حين أن جوجل كروم غير مفتوح المصدر. كروميوم هو نسخة مفتوحة المصدر من جوجل كروم، ويمكن القول أيضا أن جوجل كروم مشتق أو معتمد على كروميوم. هناك تشابه كبير بينهما، كروميوم فيه بعض الأشياء الإضافية لكن تقريبا هما نفس الشيء، لكن من ناحية الفلسفة هناك اختلاف من حيث أن واحد منهما مفتوح المصدر والآخر غير مفتوح المصدر. لكن مشكلة كروميوم أيضا أنه لا يدعم اللغة العربية كما تلاحظون أن هنا تعليق أو معلومة توضيحية تظهر معكوسة من اليسار إلى اليمين وبأحرف متقطعة. لكن يمكننا أن نستغل النسخة الأخيرة التي تدعم اللغة العربية من فلاش بلاير المعتمدة أو المدرجة في جوجل كروم لاستعمالها واستعمالها في كروميوم. هذا ما سنقوم به الآن. إذن أولا نقوم بتحميل جوجل كروم سواء أردنا تثبيته أم لا. نقوم بتحميله، سيكون في حالتي حملت النسخة ذات الامتداد ديب لأنني أستعمل أوبونتو. إذا تكون الملف أو يكون الملف محمل على هذا الشكل، أقوم بفك الضغط عنه وليس تثبيته الآن. أقوم بفك الضغط عنه، الضغط يمين عن طريق الضغط يمين، وأختار استخرج هنا، فينتج لي هذا المجلد جوجل كروم ستيبل كويرنت. إذا أدخل عليه، أنتقل لمجلد أوبت، بعد ذلك المجلد الوحيد موجود هنا جوجل كروم، وأقوم بنسخ هذا الملف وهذا المجلد بيبر فلاش. أقوم بنسخه كنترول سي، أرجع إلى مجلد المنزل الخاص بي وأقوم بلصقه هنا. إذن قمت بلصق الملف أو المجلد هنا. الآن ما سأقوم به هو أني سأجعل كروميوم يستخدم هذا الملف أو هذا
هذه النسخة المتواجدة في هذا الملف لتشغيل المحتوى العربي. كيف ذلك؟ سأحتاج الآن سأعتمد على الموضوع الكتابي المرافق لهذا الدرس. ستجدون هنا سيكون الفيديو وهنا الموضوع الكتابي فيه الخطوات المتبعة لجعل كروميوم يدعم اللغة العربية. إذن نحن وصلنا إلى هذه الخطوة، قمنا بلصق الملف في مجلد المنزل. الآن سيكون علينا القيام بهذا الأمر، نسخه، نقوم فقط بنسخ، وهنا أقوم بلصقه، وأني سأقوم بفتح إعدادات كروم. ملف خاص هنا بإعدادات كروميوم عفوا، وهنا سأقوم بنسخ هذا السطر كما هو، مع الانتباه إلى ضرورة تغيير هذا الجزء في محمد باسم المستخدم الخاص بك. إذن اسم المستخدم يمكنك ببساطة معرفته من هنا، إن لم تكن يعني لك دراية كثيرة بلينكس يكون هو هذا الجزء الخاص في الطرفية. إذن هنا نقوم بنسخ ذاك السطر ولصقه في هذا المكان على هذا الشكل، وأخيرا أقوم بحفظ إغلاق الملف. إذا لاحظ معي الآن أن كروميوم لا يدعم اللغة العربية. أقوم بغلق كروميوم وإعادة فتحه، إذن أنا هذه الملفات لا أعد أحتاجها. إذن أقوم بإعادة فتح كروميوم الآن وأنتقل إلى الملف أو الفيديو الذي كنت أشاهده لأرى الآن أنا على هذا الشكل. أن سيعطيني مشكل، السبب هو أنه هناك تعارض الآن، يجد تعارض بين الملف الذي خصصناه له والملف ملف فلاش الذي خصصناه له وملف فلاش المدرج فيه. لذلك سيجب علينا الدخول على الإضافات. إذن هنا الأدوات، هنا بدل سيتينجز كروم سيتينجز ندخل على بلاجينز تماما هنا. إذن بلاجينز، وهنا سنجد فلاش، نضغط على تعطيل ما أقوم بالتحديث على أو أقوم يجب بالفعل التحديث كافي. لاحظ معي الآن كروميوم يدعم اللغة العربية. إذن كان هذا هو الدرس، كيفية التعامل مع مشكل اللغة العربية في فايرفوكس. لم أقدم حل مثالي لأنه لا يوجد لحد الآن حل مثالي. إذا رأينا كيفية التعامل مع جوجل كروم وبالأخص على كروميوم، كيف ندعم اللغة العربية في قارئ فلاش بلاير على يوتيوب. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.